لمن تعطين دقيقة من وقتك ولمن لا تعطين دقيقة من وقتك؟ أعطي الكثير من الوقت وليس القليل لمن أحب. جميل. لدي الحب هو قيمة عليا في الحياة. أحب الكون، الناس، المخلوقات. ما واقع بالحب يعني؟ الحب إلى أشكال. لا أنا أقصد الحب بالحب. يعني فارس الأحلام. الشخصية إحنا اتفقنا ونحكي. ما يخالف بس يعني. أقدر الحب بكل أشكاله وأمنح جميل. الحب لكل العالم. جميل جميل. ولمن لا تعطين دقيقة من وقتك؟ لمنخفضي الوعي. يحيطون بك هواية من منخفضي الوعي؟ منخفض الوعي هو شخصية يقينية. نعم. الشخصية اليقينية التي تعتقد بأنه إن اختلف مع الآخر فالآخر خطأ. نعم. لم يشترك مع الآخر في الآراء أو الجغرافيا، فمعنى ذلك أن الآخر خطأ. هذه الشخصيات أنا لا تعجبني ولا أفضل اللقاء بها أبداً. بس مرات يستفزوك وأشوفك يعني تردين عليهم حتى وإن كانت برمزية. إيش وقت رديت عليهم؟ لا مرات يعني مثلاً في وراء إعلان بيان النصر صار كثير لغط وهاجموش بعض الإعلاميين العراقيين وأنت يعني للأسف رديت. والله للأسف أهل بلدي هذولا، وأمنحهم طاقة حب مهما كان النقد وأعتبر وجهة نظر. نعم. لكن هناك فرق بين الرأي وبين التلفيق. حين يتعدى الأمر الرأي إلى التلفيق هنا طبعا تتجاهله، تعتبره مريض نفسيا، تعتبره منخفض وعي، هذا حل. أو ترد حتى توضح للناس اللي هم يهموك، للناس اللي يحبوك، للناس اللي يتابعوك. فأرد من أشعر أحتاج أوضح لمن أحب، لجمهوري. جميل. ننتقل على محور آخر وهو الهدية. الهدية. نعم. تمام. شني أول هدية قدمت لسهير القيسي ومن من؟ الله. بابا. إيه؟ الله يرحمه. الله يرحمه. أنا إجيت الدنيا وبابا كبير بالعمر، فكان وقت تعبان. شنو تسلسلك بالبيت؟ هذا سؤال مني. أنا سؤال آخر بنية. ها المدل يعني الآخر العنقود. في أخ لي أصغر. نعم. بس إحنا آخر اثنين، هو آخر الشباب أنا آخر البنات. جميل. المفارقة أنه أخي الأصغر مني عاملني أنه أنا أصغر منه. والله مدللة كنت بالبيت، بابا دللني هواي وممتنة لهذا الحب اللي نشأت شنو بيه والإيمان. شنو الهدية كانت عفوا؟ الهدية كان دبوس فراشة ذهبي أحتفظ به للآن. والمناسبة؟ بدون مناسبة، كان مريض ودخل المستشفى واشتاق لي، ومن طلع من المستشفى جاب لي يعني. جاب لك هدية. في هدية وصلتك وما أفرحتك؟ لأنه النية تهمني، دائما تفرحني الهدية. مهما كانت شون بسيطة. شلون النية يعني؟ إذا كانت نية حلوة لإفراحي فأفرح. أحيانا يودوا لي ورد، أحيانا صدقني أطفال يكتبوا لي رسالة كلش أفرح بها، وأحيانا طبعا. أكثر من الأمور المادية. فأفصل الموضوع المادي عن النية وأرحب بالهدايا الحلوة. أثمن هدية وصلت لك؟ ماما. أمي. أمي أثمن هدية بالدنيا. لا أثمن هدية مادية وصلت لسهير القيسي. شخص رائع ما أقدر أقول اسمه، ونيته رائعة، وأشكره على هذه الهدية الرائعة. شنو كانت؟ كانت ساعة ثمينة جدا، وهو إنسان رائع.